لي عبد القادر السبيطي الإعلامي المعروف بمدينة العرائش، حضرتي عام كتاب المعرض الجهوي للكتاب في نسخته الثامنة بمدينة العرائش، القراءة ديالك حول هاد الثلاث الأيام اللي مضت من المعرض. إذن نحن في اليوم الثالث بعد يوم الافتتاح الذي افتتحه عامل إقليم العرائش بحضور وفد هام يعني من رجال يعني منتخبين والسلطات وكذلك إعلاميين ومثقفين. بدأت الفعالية الأولى يعني سواء بالندوات أو بالمعارض أو بالورشات التشكيلية والفنية وكذلك عدة فعاليات. يمكن القول أن اليوم الثالث يعني هذا هو أكبر احتفالية عرفها هذا اليوم. يعني يمكن أن أقول أن المعرض بدأ يعني يعرف يعني إشعاع ديالو على مستوى الحضور بحيث حضور مكثف لليوم الثالث اليوم اللي كان حضروه اللي عرف في الصباح تقديم ورشة للأقنعة قدمها المنشط المدير الجهوية حول الأقنعة. كذلك في المساء كانت هناك يعني قراءات شعرية اختتمت يعني وشاركت كذلك حفل التوقيع لإعلامي ينزهب النادي حضره جمهور كبير. يمكن القول أن المهرجان يسير يعني بخطى ثابتة من أجل تحقيق أهدافه من أجل إشعاع الكتاب وتنمية القراءة وكذلك مناقشة عدة يعني قضايا تهمش عن الثقافي ويمكن أن يمكن تفعيلها في المستقبل من أجل تطوير هذا يعني سواء على مستوى الفضاء الثقافية أو على مستوى الحضور والإبداع الثقافي بمنطقة الشمال وبالمغرب عموما. سي عبد الخالق، واش